جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ضاق علينا البيت فبعض عملنا غرفتين هنا للدروس تفضل زين فالاولاد يدرسون هنا في هذا الصاله والبنات يدرسون في البيت يوم الاحد 50 طالب يدخلون
كل هذه شغل حبيب كنا تحكينا لما وجدنا الوالد والوالدة عشان يودونا حضم وضعوا بيتهم وما حصلنا مكان مسكن فيه اللي هذا المكان اللي نزل فيه الحمد لله فضل Please, after you. Mustafa, can you hold this for that? Of course. Omar? هذا المكان اللي ندرس منه بيكون تجلسون فيه ولا دقائق إن شاء الله. They were calling him now. They went to call him.
هذه القصيدة أذكرونها في رمضان في مسجد العلوي ليلة 27 من رمضان في مسجد العلوي مسجد العلوي تحدث بها بلسان الضيف الكامل للرسول شربت كأسا من المعاني شربت كأسا من المعاني وعينت فيها إلى عياني فهمت منها العلوم شتى من هذا الكأس فهمت منها العلوم شتى وهمت في حب من سقاني فهمت منها العلوم شتى وهمت في حب من سقاني ومت فيه وعدت حيا وكل حي سواي فاني وكل ميدان أرض شوق أطلقت فيها أطلقت في قطعه عناي وبت أرقى على برادي من التلاقي من التواني حتى قطعت الطباق سبعا وكان فيها عظيم شاني ورثت فيها مكان جدي فأي عين ترى مكاني وكنت كل لسان شكرا إذا توانى به لساني فكل رفع لدي خفض وكل عال لدي داني حذاري مني ومن جوادي ومن حساني ومن سناني حسان السيف والسنان حذار مني ومن جوادي ومن حساني ومن سناني أبي وجد الرسول ركني فذاك حصني ولا احتصاني كفاني العيد روس فخرا وسيفه للعدا كفاني خذم علم وطود حلم لكل حكم له حباني عريض جاه طويل باع يكاد يسطع على الزمان به انتصاري به اقتداري به افتخاري على الشعور فأي شمس أنا ولكن حتما على العمي لا تراني أمسي بصبح الهدى أمسي بصبح الهدى ويمسي وظلمة الجهل من جفاني براني الله للبرايا نورا فسبحان من براني والنجم في الماء بعض وصفي عال ودان لمن دعاني والنجم في الماء مثل وصفي أقول لك أنا مثل النجم في الماء النجم فوق أنت تشوفه عندك قريب والنجم ذا كبير أنت تشوفه صغير قال عيدني أنا مثل النجم والنجم في الماء مثل وصفي عال ودان لمن دعاني قال لمن دعاني لو أن الكون كف شخصا لو الكون له كف شخص لو أن الكون كف شخصا أشار نحوي بلا تواني والعرب والعجم يعرفوني من قبل قولي أنا الفلاني على جبيني أنا ابن طاحة أنا ابن من خص بالمثاني ولي حال يذب عني إن قلت سيف فقد حماني بدل ما يذب بدل ما يذب على نفسي بالسيف لي حال يذب عني هو الحال الثاني ولي حال يذب عني إن قلت سيف فقد حماني أكرم بسيف يهز يوما فينفر اللقظة كالجمال تسيل بالصخر مطروباتي أنا جرير ومذن هاني وكل قلب من سكر كأن من قلب غصن غام بختم سعيد سيدنا العدل هذا موجودة هنا الخلافة من مولد العيدروس سنة 14 سنة قال ألبسوني ولقموني وقالوا لي أركب سنة 14 سنة وصلاة ترقى حبك لسنة وصلاة حبك ظهر قصيدة دي لما كان مسافر وصل لمكان حق الحبيب علي بن حسان العطاسي في المكان هذا المشهد جاءوا اللصوص والقبائل وغاروا القافلة كلها وأخذوا الأواني حق سيدنا العدني والأشهد مع سيدنا العدني فجلس سيدنا العدني وسوى القصيدة دي وقال لصاحبه اللي معه هو يا على الحمار وعلى كذا وكذا اكتب أملى عليها القصيدة هذه هات يا حادي فقد آن السلوك وتدلى عن سما قلب الصدى فقالوا ايه يا حبيب نحن قالوا شوف اللصوص خلوا حقنا العشاء وانت تقول هات يا حادي فقد آن السلوك وعن الصراح عندك وتجلى عن سما قلب الصلاة بعدين قالوا ان المكان هذا بيجي بعد 200 سنة ولدنا ولادنا بيعمروا بيصير محل الدعوة الى الله بيصير محل العلم بيصير محل الخير قال نهرب علينا سيدنا الحج علينا سيدنا الحج
يساعدني بالشراكة. نسافر من تنين. قالوا برخاء سيدنا العلي كانوا الأولياء هو صغير كاشفون يعني هو صغير إشارة يقولون هذا بيأخذ من تنين هذا ما بيجي لأن حاله كبير أخرج إلى عدن لكن قالوا لما عرف إنه بيأخذ المكير بكاء بيأخذ من تنين فأجل الشيء خارج تنين بكاء بكاء الدمع ثم بكاء الدمع على فراد برزخ تنين لأنه في تنين من ناحية تنين لكن حكم سيد هذا هو الحبيب اللي بريده وقال له لابد تخرج إلى الكريم وتشوف أدنى منه كده هو نفسه؟ نعم أمورا في ابتداها هائلة ثم عقباها السلامة والهناء أمور تبدأ أحيانا خطيرة وكبيرة لا تتحملها كم أمورا في ابتداها هائلة ثم عقباها السلامة والهناء والحين في مقتضاها حائلة ما خلت عنه العناية وعنا أي أمر بلا عناية إلا هي عنها إن في التسليم راحة عاجلة أي أمر يصيبك أي أمر تكرهه تسلم ترتاح لابد من ترجمة هذا السيد حبيب كان مستعجل ومن التفويض فيضان منك حبيب كان مستعجل إنك تقول that things start off things generally start off that they're very bitter and they're very difficult but in the end they end up working out so Habib saying that the best way to deal with all the circumstances that arise for us is to sleem is to surrender ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala and things Allah subhanahu wa ta'ala makes things work with Allah subhanahu wa ta'ala we're the ones who benefit from that surrendering تنتج الأسرار والفوائد وتبرز الأرباح والفوائد لينمح النجوم والعوائد ويرسل الرضوان بالغنائم وتشرق الأنوار في المعالي ويدخل المخدع ويفتح الفائد هيا توكلنا على الله آمين الله أكبر.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما شاء الله الله لا اله الا انت اللهم انك نسينا نشهدك ونشهد حمدك عشرك وملائكتك وحمدك انك انت الله